مساء الخير، حلقه جديده من برنامجكم المسائي والاسبوعي، برنامج قرعه بألو. اكيد احبت المشاهدين راح نكون وياكم على مدار ساعه من الوقت، وبثنا الحي والمباشر وفقراتنا اللي دائما بها معلومات عامه وثقافه تامه، واكيد دائما تكون ويانا مشاطره باللعب، فاللي عنده روح المغامره خلي يلعب ويانا. واكيد هواتفنا مهيئه امام حضراتكم اسفل الشاشه اللي تكون زين العراق وكذلك اسيا سيل. ودائما نذكر بان البرنامج هو برعايه مركز ماسكارا بيوتي سنتر للتجميل والليزر، الكائن في الكراده ساحه الواثق شارع 42 قرب كافيه بيت الريف. اكيد احبت المشاهدين دائما هواتفنا مهيئه امام حضراتكم لاستقبال كل اتصالاتكم، ودائما تكون ويانا روح المغامره والمشاطره، ودائما نسوي فلتره وكذلك ابديت تام للذاكره وكذلك تنشيط التام للروح الرياضيه وكذلك ثقافات عامه، بالاضافه الى احتياط ومثل اهلنا وسوالفهم العراقيه اللي دائما ممكن تكون خالده، ودائما نقول حكايه ونقول مثلها، فدائما نسوي استرجاع تام للذاكره واكيد استرجاع تام للروح الشعبيه وكذلك البساطه من خلال معلومات عامه، من خلال حكايه ومثل، من خلال روح المغامره والروح الرياضيه، وكذلك من خلال اللعب بالزار وكذلك اللعب بالمغامرة ولعبة الحظ اللي هي تكون بحياة ودرج اللي دائما بأطفالنا، وكذلك الروح الرياضية والمغامرة بهذه الألعاب، بالإضافة إلى الجدول اللي ممكن كنا احنا لعبنا أيام زمانات، ونتذكر أصدقائنا معارفنا الجار أصدقاء الطفولة اللي دائما نسوي روح مغامرة وكذلك روح المشاطرة بهذه الألعاب. فكل واحد اليوم عنده روح مغامرة وحب المشاطرة خليه شاطر ويانا بهذا الزار ويجرب حظه، ممكن راح يفوز ويانا وبالتالي راح يروح إلى مركز ماسكارا بيوتي اللي اليوم المرأة العراقية مهتمة بالتجميل وكذلك زراعة الشعر والفيلر والبوتوكس. فأكيد أحبة المشاهدين راح نستقبل وياكم اتصالاتنا لهذا المساء، وأكيد راح نستقبل وياكم أول اتصال بهذا المساء. ويانا اتصال أول راح يكون من آيات. مساء الخير يا آيات. ألو ألو آيات، مساء الخير. مساء الأنوار، شلون الصحة؟ زين الحمد لله. حياك الله من الديوانية، ميت هلا بأهلنا من الديوانية، شلونك آيات؟ اسمعك بوضوح، تسمعيني؟ لا ما صوتي يقطع. لان انت ممكن قريبه من التلفزيون، فحاولي قدر الامكان تبتعدين عن التلفزيون وتسمعينا من التليفون حتى ما تكون اكو نويز معين بالصوت ونضطر الى قطع الاتصال. تسمعيني ايات؟ اي يلا خلينا نجرب حظك بهذا الزار، مستعده؟ اي مستعده. يلا انا وياك ومصورنا، يلا يا مصورنا خلينا نجرب ايات. يلا رقم ثلاثه يا ايات. رقم ثلاثة، فأكيد رقم ثلاثة هو بوكس معين، ممكن حكاية ومثل، ممكن معلومات عامة، ممكن ثقافات، ممكن روح المشاطرة واللعب، فتعالوا وياي للشاشة ونشوف هذا الزار اللي ينتظرك بهذا البوكس. حلو، فقرة رياضية، شلونك بالرياضة وشلون معلوماتك الرياضية؟ يلا راح نجرب أنا وأنت ونشوف السؤال على الشاشة واللي يقول، سؤالك الرياضي اللي يقول: ما هو عدد لاعبين كرة القدم لكل فريق؟ عندك خيارات ثلاثة؟ نعم؟ 11 لاعب. ما هو عدد لاعبين كرة القدم لكل فريق؟ عندك خيارات 11 لاعب أم 10 لاعب أم 7 لاعب؟ 30 ثانية وياك. 11 لاعب. عاشت ايدك 11 لاعب. واكيد يا ايات اسمك دخل ويانا للقرعه وروحك الرياضيه حلوه، بالاضافه الى الالعاب اللي ممكن دائما كل مرأة تعرفها وكل شاب يعرفها من خلال الشاشه العراقيه. اكيد حبيت المشاهدين تواصلوا وياكم ببرنامجنا المسائي، برنامج قرعه بألو، دائما نستقبل كل اتصالاتكم على هواتف البرنامج اللي تظهر اسفل الشاشه، ودائما تكون عندنا روح المغامره والمشاطره واللعب، واللي راح يفوز راح يروح الى مركز ماسكارا بيوتي للعنايه بالشعر والليزر والاضافه الى الفيلر والبوتوكس، وهذه التفاصيل اليوم اللي تحتاجها كل مرأة عراقية وحتى الشاب اليوم يبحث عن عالم الوسامة من خلال الشاشة، من خلال المظهر الخارجي. فنتمنى تكون اهتمام حقيقي بالبرنامج حتى نهاية الحلقة يكون ويانا فائز بالبرنامج. أكيد هواتفنا مهيئة أمام حضراتكم لاستقبال كل اتصالاتكم، وأكيد الروح المغامرة والمشاطرة والأبدية التام للعب وكذلك
الجدول اللي يشوفونه امام حضراتكم، بالاضافه الى حكايه ومثل، بالاضافه الى كل هذه المعلومات. فخلي نشاطر انا وانتم بهذه الالعاب ونسوي اوبديت تام للثقافات العلميه ونسوي استرجاع لمكنوننا الشخصي من خلال ما درسناه بالمدرسه واللي استقبلناه من خلال حياتنا اليوميه. فاكيد دائما هواتفنا تكون امام حضراتكم لاستقبال كل اتصالاتكم، وبرنامجنا هو حافل بالمعلومات وكذلك حافل بالالعاب وكذلك حافل بكل الثقافات العامه والملمه. ممكن برنامجنا بالاونه الاخيره كان من خلال استقبالنا لكل اتصالاتكم كان من خلال شركه فور فيور للتجميل، لكن بعد نجاح البرنامج اكيد هذا الشيء حملنا مسؤوليه اكبر، واليوم اصبح من خلال مركز ماسكارا بيوتي اللي هو ممكن ينطي علاج تام وكذلك تريتمنت تام للبشرة وللشعر وكذلك لبعض الأمور اللي تحتاجها المرأة حتى تطلع بأيقونة مختلفة ومثقفة وبشكل طبي. دائما يقول لك الأشياء اللي تكون هي كيميكال ممكن وقتية، لكن اليوم الناتشرال اللي هو اليوم يخضع الأطباء والمختصين راح يكون أفضل ويكون إلى ديمومة أفضل ويكون إلى استمرارية أفضل. فأكيد نستقبل كل اتصالاتكم على هواتف البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة، ودائما نسوي ثقافة عامة ونسترجع الثقافات التامة. وأكيد ويانا اتصال آخر. ويانا أم علي، مساء الخير يا أم علي. مساء النور يا مصر، شلون الصحة؟ الله يسلمك، حياك الله وبهنا وناسنا من الديوانية. ميت هلا، شلونك؟ الله يسلمك. عراس، تسمعين بوضوح؟ اي ولا شوي. شلون معلوماتك العامة وشلونك بحكاية ومثل؟ اي زين. وشلون حظك؟ ان شاء الله زين. يلا مستعدة نجرب؟ يلا انا وانتو مصورنا، خلينا نجرب حظ ام علي. يا الله، رقم 5 يا ام علي. اكيد رقم 5 هو بوكس معين، ممكن اكو ثقافات عامه، ممكن روح رياضيه، ممكن اللعب. فخلي نروح للشاشه انا وانتي. يلا يا ام علي. حلو، فقره العاب. شلونش موضوعه اللعب وكذلك المغامرات؟ يلا زينة، ايش تختارين؟ حياة ودرج ولا جدول؟ جدول أم علي؟ الجدول. جدول. الجدول، يلا روح للجدول. يلا هذا الجدول وياك يا أم علي، وياك 30 ثانية تنطيني جدول تام وكامل. يلا راح نبلش وياك بحرف العين. يلا يا أم علي انطيني اسم إنسان بحرف العين. علي عباس. يلا علي. علي انطيني اسم حيوان بحرف العين. يلا 30 ثانية وياك. عقرب. عقرب. نبات. يلا ام علي. عصفور. عصفور. يلا جماد. علبة. يلا انطيني دولة. يلا عاشت ايديك واسمك دخل ويانا للقرعة. يا ميت هلا بيك ام علي وبأهلنا وناسنا من الديوانية. دائما اكيد برنامجنا هو يستقبل كل الاشخاص اللي بالعراق وخارج العراق. يا ميت هلا، واكيد نستقبل كل اتصالاتكم على هواتف البرنامج المهيئ امام حضراتكم اسفل الشاشه. ويانا اتصال اخر شباب. اكيد دائما احنا بروح المغامره والمشاطره والثقافات العامه ممكن نسترجع ونسوي اوبديت تام وفلتره لما درسناه وما ما قدرنا ناخذه واستقبلناه من حياتنا اليوميه. يقول لك الحياه هي تجارب، ممكن تضيف لنا معلومه، تضيف لنا اشياء تضاف الى مكنوننا الشخصي وبالتالي نقدمها للاخر من خلال معلومه معينه، من خلال اشياء تفيدنا بحياتنا اليوميه وابتسامه تامه تخلينا نزرع الثقافات العامه بالحياه اليوميه. فكل الهلا بكم وباتصالاتكم. اكيد البرنامج هو ينجح من خلال ما تواصلون ويانا من خلال الشاشه، واكيد بيجي البرنامج هو من خلال الاصدقاء اللي هم اليوم انخرطوا بالاونه الاخيره من خلال البث المباشر. فتحياتنا لهم اللي اهلنا بالديوانيه بالبصره الحبيبه، الاصدقاء اللي هم وليد فرهاد من كركوك وكذلك علا محمد من الناصريه، واكيد الكثير من الاشخاص اللي دائما هم يتوافدون من خلال التعليقات الايجابيه. ويانا اتصال اخر. مساء الخير يا حوراء. حوراء شلونك؟ تمام الحمد لله. حوراء ايش؟ حوراء علي. حوراء علي من بغداد. شلونك حوراء؟ اي نعم. شلونك؟ تمام الحمد لله. شلون طاقاتك وشلون الباور اللي عندك والانرجي؟ ان شاء
زينة يعني. يلا نجرب. فخلينا نجرب أنا وأنت حظك بهذا الموضوع. يلا خلينا نروح أنا وأنت مصورنا. رقم 5 يا حوراء. رقم 5. يلا أكيد 5 هو ببوكس معين وكذلك بمعلومات عامة. خلينا نروح للشاشة ونشوف أنا وأنت يا حوراء. البوكس اللي ينتظرك هو ألعاب. فكيف روحك وكيف المغامرة باللعب؟ عيني انت تسمعيني يا حوراء؟ يلا ايش تختارين؟ حياة والدرج ولا هذا الجدول؟ جدول. يلا روح للجدول انا وانت، خلينا نروح للجدول. عندك 30 ثانية، فمستعدة تجاوبين بها؟ يلا خلينا نجرب انا وانت. عندك حرف الباء، انطيني اسم انسان بحرف الباء. بنين. منو؟ بنين. اي جيد. اسم حيوان؟ بلبل. نبات؟ نبات. نبات باقلاء. يلا جماد. يلا يلا يا حوراء الوقت راح يداهمك. باب وبابل. يلا يا عمية هلا بيك، كل الهلا. اسمك دخل ويانا للقرعه وانتظرين نهايه الحلقه ممكن تكونين الفائزه بالبرنامج. اكيد احبتي المشاهدين دائما برنامجنا هو حافل بالمعلومات العامه والثقافات وكذلك الروح المغامره والمشاطره من خلال اللعب لحياه ودرج واكيد الجدول اللي دائما تكون بالابتسامه وكذلك استرجاع تام للثقافات العامه. فاكيد دائما نستقبل اتصالاتكم على هواتف البرنامج المهيئ امام حضراتكم اسفل الشاشه. فيا ميت هلا بكم وباتصالاتكم ونستقبل اتصال اخر. شباب اكيد برنامجنا هو برعايه مركز ماسكارا بيوتي سنتر الكائن في الكراده ساحه الواثق. مساء الخير يا ام نور. شلونك ام نور؟ الله يسلمك، شلونك؟ شلون الصحه؟ الحمد لله الله يسلمك. من وين حضرتك؟ من النجف. كل الهلا النجف الاشرف على الراس. يا مية هلا بيكم حياك الله. شلون حظك ام نور؟ والله حظي الله. لا ان شاء الله حلو حظك اليوم واكيد ان شاء الله راح تكونين عندك الباور عالي والانيرجي والمغامره. فخلي نروح انا وانت ومصورنا. يلا يا مصورنا خلينا نشوف الحظ. رقم 4 قلت يا ام نور. رقم 4 اكيد ممكن تكون بوكس معين فخلي نروح للشاشه انا وانت ونشوف هذا البوكس. يلا يا ام نور هذا البوكس اللي ينتظرك هو معلومات عامة. دائما اكو فلترة للمعلومات فكيف معلوماتك العامة؟ الحمد لله. يلا خلينا نشوف سؤالك. سؤال اللي يقول ما هو عدد الدول العربية التي توجد فيها قارة افريقيا؟ عندك خيارات 9 دول 8 دول ام 3 دول؟ 30 ثانية وياك يا ام نور. بدا الوقت وياك. ايش تختارين؟ تشوفيني؟ عثمانية. حاولي حاولي. 9 دول. شلون؟ ايش تختارين؟ 9. يلا عشتي بيتش. هو 9 دول. يا مية هلا بيتش ام نور واسمك دخل ويانا للقرعه. فاكيد برنامجنا دائما هو يستقبل كل اتصالاتكم ونسوي روح المغامره وكذلك اللعب والثقافات العامه. فيا مية هلا بكم وباتصالاتكم. فكل شخص اليوم حاب يغامر ويانا وحاب يسترجع الطفولة والابتسامة من خلال حية ودرج من خلال الجدول خلي يتصل بينا على هواتف البرنامج المهيئ أمام حضراتكم أسفل الشاشة. دائما الأشخاص اللي ممكن يحب يبتسم يقول لك أروح للجدول، لكن الجدول هي بيها نوعا ما من الطفولة وكذلك الطاقات والثقافات وبالإضافة إلى حكاية ومثل اللي تكون بها استرجاع تام وكذلك فلترة للذاكرة. ويانا اتصال آخر. ويانا محمد من كربلاء. شلونك يا محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا ميت، هلا شلونك؟ الحمد لله بخير جزاكم خير. محمد ايش؟ محمد المظفر. محمد مظفر من كربلاء المقدسة يا ميت هلا بيك، شلون حظك يا محمد؟ والله حظ الحمد لله زين. يلا خلينا نجرب حظك واشوف، انا وانت ومصورنا بهذا الزار. يلا يا مصورنا. رقم 2 طلع لك يا محمد. فأكيد هذا رقم 2.
خلي نروح انا وانت للشاشه وشوف شو انتظرك بوكس معين. وهذا الشاشه والبوكس اللي انتظرك يا محمد هو حلو حكايه ومثل. شلونك بالسوالف العراقيه؟ والله الحمد لله زين. يلا خلينا نشوف الحكايه اللي تنتظرك والمثل الدارج المعروف واللي يقول. خلينا نشوف مثلنا اللي يقول على حس الطبل. ما اسمعك شنو؟ يقول مثلنا على حس الطبل خفني رجلي. عافيه عشتيدك يا مية. هلا بيك محمد واسمك دخل ويانا للقرعه. اشكر اتصالك. اكيد حبة المشاهدين دائما نسوي استرجاع تام وكذلك ثقافه عامه لحكايه ومثل. خلي نسترجع نسترجع الذاكره وكذلك نسترجع الحكايات البغداديه ويانا ايمان عبد الله. مساء الخير يا ايمان. مساء النور. شلون صحتك؟ الله يسلمك الحمد لله. حياك الله. شلون حظك يا ايمان؟ والله حظي اليوم راح اجرب ان شاء الله وياكم. يلا ان شاء الله راح تجربينه ويكون ايجابي. فخلي نروح انا وانتم مصورنا ونشوف حظ. شوف هذا الزعل. والله حظي نص ونص سكت الله اليوم. يلا قولي يا الله قولي يا الله. يلا خلينا نبلش ونشوف. يلا يا مصورنا رقم خمسة. يلا رقم خمسة قلت يا ايمان. اكيد يكون بوكس معين بثقافة عامة وكذلك تكون ممكن معلومات رياضية. خلينا نشوف الشاشة والبوكس اللي ينتظرك. حلو يكون العاب. فاكيد الالعاب ايش تختارين؟ حياة ودرج ولا تختارين جدول؟ لا حياة ودرج. يلا حياة ودرج. حلو حياة ودرج. خلي تكون ضربة إلي وضربة إلي بهذا الزار. يلا خلي نبلش وياك 30 ثانية. يا الله اثنين هاي إلي اثنين هاي إلي اثنين ثلاثة صعدتي 39. حلو وأنا ثلاثة وهاي إلك يا إيمان. لا لا أريد من جدول جدول عفوا. بلشنا وياك. احنا بلشنا يا ايمان ما بقى شيء. والله مو انقد باللعبه هاي. يلا هذا وصعدنا الى 66. مبروك فزتي ويانا يا ايمان. واسمك دخل للقرعه وتابعين نهايه الحلقه ممكن تكونين من ضمن الفائزين بالبرنامج. دائما برنامجنا هو حافل بالثقافات وكذلك بالمام تام لكل ما نسترجع به. ويانا اتصال اخر. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحة؟ خير الحمد لله. من وياي؟ وياك أحمد من صلاح الدين. حكمة؟ أحمد من صلاح الدين. أحمد أحمد من صلاح الدين. حياك الله أحمد. إيش؟ أحمد معد. أحمد؟ معد. أحمد رعد يا مية هلا. من صلاح الدين. كل الهلا. شلونك يا أحمد؟ خير الحمد لله. حياك الله. أنت منين؟ من سامرة ولا من تكريت؟ لا صلاح الدين. تسجيل تسجيل. حياك الله يا مية هلا. شلون حظك؟ والله زين. يلا خلينا نجرب حظك انا وانت ومصورنا بهذا الزار. يلا يا مصورنا ويا احمد. رقم أربعة. رقم أربعة يا احمد. راح نروح انا وانت للشاشة ونشوف شو انتظرك بوكس معين. وهاي الشاشة واللي تقول. معلومات عامة، شلونك المعلومات العامة؟ والله زين. يلا خلينا نجرب سؤالك ونشوف شو يقول، سؤالك اللي يقول. سؤال معلومات عامة، في أي عام استلم الملك عبد الله الثاني حكم المملكة الأردنية؟ عندك خيارات 99 ولا 90 ولا 89؟ 30 ثانية وياك. بلش العاد. 98؟ حاول تغير الإجابة، إيش تختار؟ 1990. حاول بها هواية تسعات، هواية تسعات، دبل دبل دبل. 99. يلا عشت إيدك يا أحمد يا مية هلا، وهذا اسمك دخل ويانا للقرعة. أكيد حبة المشاهدين نستقبل كل اتصالاتكم على هواتف البرنامج. ويانا اتصال آخر. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلون الصحة؟ الحمد لله. أنا أصايل من الفلوجة. حياك الله يا مية هلا. أصايل إيش؟ أصايل حاتم. أصايل حاتم من الفلوجة يا مية هلا. شلون حظك يا أصايل؟ والله إن شاء الله زين. يلا خلينا نجرب أنا وأنت حظك في هذا الزار. يلا خلينا نشوف مصورنا.
رقم 2 يا أصايل. خلينا نشوف هذا البوكس اللي ينتظرك. ممكن يكون محتاج مثلا لمعلومات عامة. خلينا نروح للشاشة ونشوف الشاشة والبوكس اللي ينتظرك يا أصايل. هو حلو حكاية ومثل. شلونك بسوالفنا العراقية؟ نعم. شلونك بالسوالف العراقية وحكاية ومثل؟ إن شاء الله زينة. يلا خلينا نجرب حظك ونشوف. ومثلنا الدارج والمعروف واللي يقول من شاف أحبابه نسى أصحابه. عاشتيدك نسى أصحابه يا ميت هلا بيك يا أصايل. يا ميت هلا بأهلنا ذي الفلوجة الحبيبة. وتابعين نهاية الحلقة ممكن تكونين من ضمن الفائزين بالبرنامج. أكيد حبيت المشاهدين برنامجنا هو حافل بالطاقات وكذلك الثقافات التامة حتى نسوي روح مغامرة واسترجاع تام للذاكرة وكذلك الخزينة للمعلومات العامة. ويانا اتصال آخر. مساء الخير. ألو. حياك الله. من وياي؟ يا حبيبي شلون الصحة؟ رسول جاسم من السماوة. كل هلا محمود جاسم من السماوة. رسول جاسم رسول جاسم. يا ميت هلا. شلونك يا رسول؟ السلام عليك حبيبي. شلونك؟ شلون حظك؟ الله يسلمك حبيب قلبي. يلا خلينا نجرب حظك انا وانت ومصورنا. مستعد؟ مستعد ان شاء الله. يلا خلينا نروح انا وانت ومصورنا ونشوف. يلا يا مصورنا هذا لي رسول. مفول دوشش بدون ما تسوي اي مغامره واي لعب. حظك حلو وهذا اسمك دخل لي القرعه. يا ميت هلا بك يا رسول وبأهلنا من السماوه. ودائما برنامجنا هو حافل بالثقافات وكذلك الروح الرياضيه والمغامره وحيه ودرج والالعاب والكثير من هذه التفاصيل. اكيد حبيت المشاهدين برنامجنا برعايه مركز ماسكارا بيوتي سنتر الكائن في الكراده ساحه الوثق شارع 42 للتجميل والليزر. ودائما نسوي ممكن الفيلر والبوتوكس. فويانا اتصال اخر. مساء الخير. مساء الخير. مشاركة أوكي يعقوب جاسم. بس إذا أمكن ارفعي صوتك أكثر حتى أقدر أسمعك بوضوح. يعقوب جاسم من الناصرية. منو؟ يعقوب جاسم. محمود. شلونك يا محمود؟ شلونك محمود؟ يعقوب. يعقوب. محمود. يعقوب شلونك؟ يعقوب ولا محمود؟ شلونك يعقوب؟ للأسف انقطع الاتصال. دائما نسوي تنويه تام لكل متصلينا الأفاضل اللي يتصل بينا خليه يبتعد عن التلفزيون ويسمعنا بوضوح من التليفون حتى ما تكون هناك اضطرابات ما بين الاتصال وكذلك التلفزيون وبالتالي نضطر لقطع الاتصال. ودائما أكيد برنامجنا هو يستقبل كل اتصالاتكم على هواتف البرنامج المهيئة أمام حضراتكم وأسفل الشاشة. فاللي عنده روح المغامرة وكذلك الثقافات التامة خليه يتصل بينا ويجرب حظه بهذا المساء ويسترجع الذاكرة والثقافات التامة ويسترجع الروح الرياضية والمغامرة. ويانا اتصال آخر. مساء الخير. ألو. أكيد حبيت المشاهدين دائما برنامجنا يستقبل كل اتصالاتكم وكذلك نسوي روح المغامرة وكذلك الاسترجاع التام للثقافات العامة وكذلك للمغامرة وأبدية التام. واتصال آخر ويانا. مساء الخير. مساء النور. شلون الصحة؟ الحمد لله. من وياي؟ نور من الديوانية. نور. نور إيش؟ نور بدر. نور بدر من الديوانية. شلونك يا نور؟ الحمد لله. شلون حظك؟ يعني يلا خلينا نجرب حظك بهذا اليوم وخلي عندك طاقة إيجابية حتى تكون روحك المغامرة جدا جيدة. وخلينا نجرب أنا وأنتم مصورنا بهذا الزار. يلا يا نور. يلا. حلو. الطاقة الإيجابية فول. الدوشش هو إلك بدون أي مغامرة. ومبروك اسمك دخل ويانا لي القرعة يا نور. يا مية هلا. خلي كل شخص متفائل يتصل بينا وخلي يكون عنده الباور والانيرجي جدا عالي ويقول اني قدها ويتصل بينا على البرنامج ويغامر من خلال حي ودرج من خلال الجدول من خلال معلومات عامه من خلال سوالف
أهلنا وكذلك سوالف البيبيات اللي ممكن هي بحكاية ومثل. للأسف اليوم بدخول عالم الانترنت والسوشال ميديا نسينا هذه الحكايات، لكن دائما نسوي فلترة تامة لاسترجاع هذه السوالف وهذه الحكايات، فدائما نسوي معلومات عامة ونستذكر كل هذه الثقافات من خلال برنامج قرعة بألو. دائما برنامجنا يكون حافل بهذه الطاقات. ويانا اتصال آخر. مساء الخير يا محمد. أم أحمد، مساء الخير يا أم أحمد. أم أحمد. حياك الله، شلون الصحة؟ إذا أمكن. مساء الخيرات، عظم الله أجركم. حياك الله، إذا أمكن نص التلفزيون حتى أقدر أسمعك بوضوح. أم أحمد وياي؟ بلي نصينا. ماشي، من وين حضرتك؟ من محافظة النجف. يا مية هلا بيك وبأهلنا الطيبين بالنجف. الله يسلمك. شلون حظك؟ شلون حظك يا أم أحمد؟ يعني يلا خلينا نجرب حظك أنا وأنت ويا مصورنا. الله يسلمك. بهذا الزار. يلا يا مصورنا. رقم 4. رقم 4. يلا. رقم 4، خلينا نشوف البوكس اللي ينتظرك من خلال الشاشة. يا أم أحمد، ونشوف البوكس اللي ينتظرك. معلومات عامة، فخلي نشوف أنا وأنت ثقافاتك العامة من خلال هذا السؤال. فخلي نشوف السؤال اللي يقول واللي ينتظرك. السؤال يا أم أحمد، ما هو اسم الكتاب المقدس لدى ديانة الهندوس؟ وياك خيارات: مدهوبالا، المهارينتا، وكذلك راناوات. ايش تختارين؟ دائما خير الامور هي اوسطها، ايش تختارين؟ الجواب الثاني. عاشتيدك، هو الجواب هو المهارينتا. يا ميت هلا بيك يا ام احمد، واشكر اتصالك. وتابعيني لنهايه الحلقه، ممكن راح يكون حظك جيد وتستقبلين ممكن هديه تامه وكذلك الامور المختصه بالتجميل. ويا اتصال اخر. مساء الخير. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. حياك الله، من وياي؟ ام دره. ام دره، ام دره. دره. يا مية هلا بيك وبهنا بالقادسيه الحبيبه. شلون حظك يا ام دره؟ الحمد لله ان شاء الله زين. يلا خلينا نجرب حظك قبل ما يداهمنا الوقت. انا وانت ومصورنا بهذا الزار، يلا يا مصورنا. 1 والله 1 يا ام دره، هذا 1 والله 1. خلي نروح انا وانتي للشاشه ونشوف البوكس اللي ينتظرك. يلا هاي الشاشه والبوكس اللي ينتظرك هو العاب. فايش تختارين؟ حيه ودرج ولا تختارين هذا الجدول؟ الجدول. يلا روح انا وانتي للجدول ونشوف ثقافاتك العامه والبديهيه اللي عندك من خلال 30 ثانيه. تجاوبين حرف النون، انطيني اسم انسان بحرف النون. يلا يا ام دره، بلش وياك الوقت. نور. نعم نور. اسم حيوان. اسم حيوان نمر. نمر. نبات. نبات. يلا نوى. شنو؟ نومي. نومي، حلو. يلا جماد. نار. يلا دولة. نرجيلة. ناصرية. يا مية هلا بيك يا ام درة، واسمك دخل ويانا ليا القرعة. يا مية هلا، تابعين نهاية الحلقة ممكن راح تكوني من ضمن الفائزين بالبرنامج. اكيد احبتي المشاهدين راح نستقبل كل اتصالاتكم على هواتف البرنامج المهيئة اسفل الشاشة. ويانا اتصال اخر. للاسف انقطع اتصال وياك يا صادق، عاود بينا الاتصال مرة ثانية. واكيد برنامجنا هو يستقبل كل اتصالاتكم من خلال الثقافات العامة، وكذلك من خلال حكاية ومثل، من خلال المغامرة والمشاطرة باللعب لحي ودرج، وكذلك لجدول، بالإضافة إلى معلومات عامة وكذلك إلى الروح الرياضية اللي دائما تكون بها استرجاع تام للنشاط وكذلك الذاكرة، بالإضافة إلى ما درسناه بالمدرسة وكذلك الجامعة، بالإضافة إلى ممكن ما كسبناه من خلال الحياة اليومية. ويا اتصال آخر من نسرين. مساء الخير يا نسرين.
من الانبار. يا مية هلا، شلون كان سرين؟ الحمد لله. حياك الله، شلون حظك؟ ان شاء الله زين. يلا خلينا نجرب ونشوف انا وانتم مصورنا. يلا يا مصورنا خلينا نشوف نسرين ايش ننتظرها بهذا الزار. واللي يقول رقم 4 وياك يا نسرين، رقم 4. فخلي نروح انا وانت للشاشه ونشوف البوكس اللي ينتظرك من خلال الشاشه. وهذا البوكس اللي ينتظرك يا نسرين. حلو، معلومات عامه. فخلي نشوف انا وانت معلوماتك العامه من خلال الشاشه. والسؤال اللي يقول، حلو السؤال، في اي دوله يقع برج ايفل؟ هذا سؤال معروف ودارج. ايطاليا ام النمسا ام فرنسا؟ 30 ثانية وياك. 30 ثانية وياك. ايطاليا. حاولي تأكدين أكثر، حاولي خليك وياي، ايش تختارين؟ فرنسا. فرنسا، عاشيدك يا نسرين، يا مية هلا بيك وباتصالك. وأكيد راح تتابعين نهاية الحلقة، ممكن راح تكوني من ضمن الفائزين بالبرنامج. أكيد أحبة المشاهدين، برنامجنا يستقبل كل اتصالاتكم من كل المحافظات الحبيبة، اللي دائما تكون عندنا ثقافات في هذا الموضوع. اتصال آخر ويانا، مساء الخير. مساء الخير. للأسف انقطع الاتصال. نتمنى من مساء الخير. من وياي؟ محمد عبد الحمزة من النجف. محمد إيش؟ عبد الحمزة من النجف. عبد الحمزة من النجف الأشرف، كل الهلا بيك يا محمد. شلونك يا محمد؟ محمد عبد الحمزة. محمد عبد الحمزة صح؟ الله يسلمك ويعزك، رحم الله والديك. حياك الله يا مية هلا، شلون حظك يا محمد؟ والله ان شاء الله ان شاء الله زين. يلا ان شاء الله حظك راح يكون مفول ويانا اليوم. خلي نروح انا وانت ومصورنا ونجرب حظك بهذا الزار، مستعد؟ مستعد ان شاء الله. يلا يلا يا مصورنا خلينا نشوف محمد. رقم واحد والله واحد. ان شاء الله جاهزين. رقم واحد والله واحد بهذا الزار. خلي نروح انا وانت للشاشه ونشوف البوكس اللي ينتظرك من خلال هذا الزار وهذا الحظ. عندك البوكس اللي ينتظرك هو العاب، فايش تختار؟ الجدول ولا تختار حياه ودرج؟ محمد ايش تختار؟ حياه ودرج ولا جدول؟ الجدول طبعا احسن. الجدول؟ ايه. يلا روح للجدول انا وانت ونشوف. ان شاء الله. يلا يا محمد، خليك مستعد وخلي عندك الروح الرياضيه والسرعه في هذا الموضوع. 30 ثانيه وياك. يلا راح يبلش وياك العد بحرف السين، انطيني اسم انسان. بدا الوقت وياك. سين. انطيني اسم انسان بحرف السين. يلا سعد وياك. شلوى. هذا اسمي طبعا سعد. يلا اسم حيوان. حيوان سعد. انطيني اسم حيوان بحرف السين. حيوان. سلحفات. حصان. نبات. يلا يلا نبات. نبات. سدرة. جماد. يلا سلة. دولة أو مدينة. سين نبات. يلا عاشت ايدك سامراء. داهمنا الوقت شباب ولا؟ يلا عاشت ايدك يا محمد، وهذا اسمك دخل لي القرعة. باللحظات الأخيرة قدرنا أنه ننقذك ونسعفك بهذا الموضوع. يا مية هلا بيك يا محمد، وبهنا بالنجف الأشرف. أكيد حبة المشاهدين، برنامجنا يستقبل كل اتصالاتكم على هواتف البرنامج المهيئة أمام حضراتكم أسفل الشاشة. ونتمنى الروح والمغامرة والثقافات التامة. وكل شخص اليوم حاب يغامر ويانا ويجرب حظه، خلي يتصل بينا من خلال البرنامج ويجرب حظه من خلال اللعب ويشوف نفسه قدها، أيضا يتصل بينا على هواتف البرنامج المهيئة أمام حضراتكم أسفل الشاشة. اتصال آخر ويانا من حسين. شلونك يا حسين؟ الحمد لله. شلونك؟ الله يخليك. حسين إيش؟ حسين سالم. سالم من البصرة الحبيبة والفيحاء. شلونك يا حسين، شو اخبارك؟ الحمد لله. شلون حظك؟ شلون لازم؟ يلا خلينا نجرب حظك انا وانت ومصورنا بهذا الزار، مستعد؟ مستعد. يلا يلا يا مصورنا ونشوف حسين. واحد والله واحد. واحد والله واحد. فخلينا نروح انا وانت للشاشة ونشوف البوكس اللي ينتظرك يا حسين. تعالوا يا للشاشة.
يلا يا حسوني، يلا يا ابو علي. حلو العاب، شلونك بالالعاب؟ الو سين. الو الو ياك. ايش تختار، حياه ودرج ولا هذا الجدول؟ الجدول. يلا روح انا وانت للجدول. يلا جدول اللي ينتظرك وياك 30 ثانيه، فخلي عندك البديهيه والسرعه بهذا الموضوع. بحرف الواو انطيني اسم انسان. يلا. شنو؟ وداد. مدى اسمعك. وداد. وداد وداد. وداد. اسم حيوان. وطواط. وزي. يلا. وزي. نبات. نبات. ورد. نبات. جماد. جماد. يلا يلا. جماد. يلا. ورقة. ورقة. شنو؟ ورقة. حلو. ودولة. يلا واسط. يلا نقبناك باللحظات الأخيرة يا عميتها لديك يا حسين، وهذا اسمك دخل لي القرعة، وتابعنا نهاية الحلقة ممكن راح تكون من ضمن الفائزين بالبرنامج. أكيد حبيت المشاهدين برنامجنا هو حافل بالطاقات وكذلك الروح الرياضية والمغامرة وكذلك حكاية ومثل، ونسوي أبدية تام. ويانا اتصال آخر. مساء الخير. مساء النور. شلونك يا نشمي؟ الحمد لله خير. شلونك عن اخبارك؟ والله الحمد لله. نشمي من الديوانية. نشمي ايش؟ والله الحمد لله خير. نشمي ايش؟ حلو؟ اسمعك من الديوانية، شلونك يا نشمي؟ والله الحمد لله خير. شلون حظك؟ والله زين. يلا خلينا نجرب حظك انا وانت ومصورنا بهذا الزار، مستعد؟ مستعد ان شاء الله. يلا خلينا نجرب حظك، يلا يا مصورنا. رقم 2 طلع لك بهذا الزار وهذا 2. هذا 2، خلينا نشوف انا وانت البوكس اللي انتظرك للشاشه، تعال وياي للشاشه يا نشمي. حكايه ومثل، شلونك بالسوالف البغداديه والعراقيه؟ نشمي. الو نشمي. خلينا نشوف سؤالك وحكايتك اللي تنتظرك. الذهب زينة. الو نشمي تسمعني؟ للاسف انقطع وياك الاتصال يا نشمي. يلا راح ندخلك بالقرعة، واكيد هو الذهب زينة وخزينة، ويا ميت هلا بيك وبأهلنا بالديوانية الحبيبة. ويانا ذكرى يا ميت هلا بيك يا ذكرى صديقة البرنامج. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك يا ذكرى؟ زين الحمد لله. شلونكم اليوم؟ البث ما عندي بالتلفزيون، مخابرتكم بدون بث. ولا يهمش، نساعد انا وانت ان شاء الله. ذكرى ايش؟ ذكرى عيسى حسن من واسط. ذكرى حياك الله من واسط. يلا شلون حظك؟ ان شاء الله اليوم يكون مفول وزين. ان شاء الله، انا فايزه وياكم بجائزه بس الهسه بعد ما مستلمت. شلون؟ فايزه وياكم بجائزه. يلا الله كريم يا ميت هلا بيك. خلينا نجرب، راح تكون ممكن ان شاء الله تكون جائزتين بنفس الوقت، فخلينا نجرب حظك يا ذكرى وهذا الزار. يلا يا مصورنا، وهذه ضربه لذكرى. رقم 4 الك، 4 بهذا الزار. ان شاء الله. 4، فخلي نروح انا وانت للشاشه ونشوف البوكس اللي ينتظرك. خلي نروح للشاشه. معلومات عامة، فخلنا نشوف سؤالك معلومات عامة واللي يقول. ما هو عدد المعلقات؟ خيارات 10 معلقات، 3 معلقات، أم 9 معلقات؟ وياك الوقت 30 ثانية. يلا. 10. جد؟ 10. 10 عشت ايدك هي 10 يا مية هلا بيك يا ذكرى. حياك الله، كل الهلا. اكيد حبيت المشاهدين دائما نسوي استرجاع تام وكذلك ثقافات عامه وحكايه ومثل. اللي حاب يتواصل ويانا ويانا اتصال اخر. مساء الخير. الو مساء الخير. احمد. احمد من واسط. احمد مشتاق من واسط. احمد ايش؟
احمد مشتاق من واسط. حياك الله احمد مشتاق من واسط، شلونك يا احمد؟ الحمد لله والله زين. شلون معلوماتك العامه وشلون حظك؟ يعني يلا خلينا نجرب حظك بهذا الزار، تعال وياي انا وانت مصورنا. يلا يا مصورنا. ثلاثة. احمد وياك ثلاثة بهذا الزار. فاكيد ثلاثة راح اروح انا وانت للشاشة ونشوف البوكس اللي ينتظرك. تعال وياي يا احمد. حلو، فقرة رياضية. فخلينا نشوف سؤالك على الشاشة الرياضي واللي يقول: كم عدد التبديلات المسموح بها للاعبي في كل مباراة؟ خيارات: خمس تبديلات أم ثلاث تبديلات أم سبع تبديلات؟ وياك الوقت، ودائما يقول لك خير الأمور أوسطها. ايش تختار يا أحمد؟ أبو شهاب؟ خمس تبديلات. ايش قد؟ خمس تبديلات. لا تثبت، حاول تغير. ايش تختار؟ سبعة. خير الامور اوسطها، انا هنا واقف. ايش تختار؟ خيار ثاني اللي هو ثلاث تبديلات. يلا حياك الله يا احمد. ها شباب، للاسف خلص وياك الوقت، اعتذر منك جدا، حاولت اساعدك لكن ممكن ما استلمت انت. انا اعتذر من عندك. اتصال ويانا اخر. مساء الخير. الو، مساء الخير. من وياي؟ مساء الخير. الو الو، للاسف انقطع الاتصال. اكيد برنامجنا دائما يستقبل اتصالاتكم على هواتف البرنامج، واكيد اتصال اخر ويانا. مساء الخير. الو، شلون الصحه؟ الحمد لله. من وياي؟ صادق الناصري. فارس. منو؟ صادق من الناصرية. فارس ولا طارق؟ صادق. صادق. صادق ايش؟ صادق ايش؟ الو صادق، للاسف انقطع الاتصال وياك يا صادق. دائما النوه اللي اتصل بينا خليه يبتعد عن التلفزيون ويسمعنا بوضوح من التليفون، حتى ما تكون هناك اضطراب ما بين الشبكه وكذلك الاتصال ونضطر لقطع الاتصال. اكيد البرنامج دائما يستقبل اتصالاتكم على هواتف البرنامج من خلال الشاشه العراقيه وكذلك من خلال الثقافات العامه. وهذا برنامجنا وبرعايه مركز ماسكارا بيوتي سنتر للتجميل ولليزر وكذلك للفيلر والبوتوكس والبي ار بي والتكساس وكذلك الشعر التام للبي ار بي اللي هي البلازما المهمه للشعر وللبشره. اتصال اخر ويانا. مساء الخير يا صالح، شلونك؟ انقطع الاتصال، ممكن هناك مشكله بالشبكه. اكيد حبه المشاهدين للاسف داهمنا الوقت، وكل اللي اتصلوا بينا يا ميت هلا بيهم، نعتذر من اللي ما حالفهم الحظ، نعتذر للي ما قدروا يتصلون بينا، لكن دائما ننوه قدر الامكان المستطاع اللي يتصل بينا خليه يبتعد عن التلفزيون. واكيد راح نجري القرعه نهايه الحلقه، واللي راح يفوز راح يكون سعيد الحظ. فخلينا نجرب انا وانتم لهذه القرعه، خلينا نجرب القرعه ونشوف اللي راح يفوز ويانا من هو. هذا ويانا أم درة من القادسية. أم درة من القادسية، يا مية هلا بيك يا أم درة، ومبروك إلك وعليك الحضور إلى مركز القناة الكائن في الكرادة لاستقبال وكذلك الاستلام الجائزة اللي راح نعطيك كوبون معين وتتوجهين إلى مركز ماسكارا بيوتي سنتر للتجميل. ويا ميت هلا باللي اتصلوا بينا، ونعتذر من اللي ما حالفهم الحظ هذه الحلقه، لكن هناك ضغط على الاتصالات، واكيد
دائما برنامجنا راح يكون يستقبل كل اتصالاتكم، واكيد انتظرونا بحلقه جديده واكيد حقيبه مليئه مفعمه بالفائده والمعلومه للمشاهد الكريم. تقبلوا تحياتي انا محدثكم سعد الفرحان، وتحيات كادر العمل مصورين، واكيد تحيات علي المحمدي، تحيات حسين، تحيات من كان خلف المكسر، وهذه اجمل تحايا مكلله بالمحبه واحترام تنبثق من مخرج العمل احسان كاظم الكعبي. لا احب الوداع ولكن نفترق كي نلتقي مره اخرى، ولقاءنا راح يكون على الخير والمحبه. اذا الى الملتقى.